وبنبدأ معاكم كلام في برنامج يلا بينا مع ضيفنا كريم جمال، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لفيولن اللي بتقدم حل ذكي لتوفير الوقود. أهلا بك يا كريم. أهلا بك يا كريم، منورنا. أهلا يا رغدة. أهلا يا رضوى، منورة بأهلها. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب. عملت ايه في العيد؟ والله قعدت في البيت لعبت شوية رياضة وأكلت كتير. بس كويس انك لعبت رياضة رغم انك أكلت كتير. ما هو احنا بناكل عشان نلعب رياضة وبنلعب رياضة عشان ناكل. هي دايرة. بالظبط. دايرة وبتكمل بعض. بالظبط. فالحمد لله كانت اجازه كويسه، قضيت وقت مع الاهل، فالحمد لله. انتوا عملتوا ايه؟ نفس الحكايه يعني، برضو العيله ويعني انا رحت شفت البحر كده خاطف وجيت. كويس كويس يا رغده. ولكن بقى هو كلنا هنرجع للشغل الاسبوع ده. بالزبط. كلنا خلاص خدنا اجازه واتبسطنا، فيلا بينا بقى ايه نبدا الاجتهاد. أيوة. في الشغل. احكي لنا بقى عن فيولن، جت لك الفكره دي ازاي انت وشريكك؟ والله وانا جالي تليفون ساعتها الساعة واحدة بالليل تقريبا، كان محمد شريكي اتصل بيا الساعة واحدة بالليل بيقول لي يا كريم البنزين. قلت له ماله البنزين؟ قال لي في مشاكل كتيرة قوي في البنزين. هو محمد شريكي مدير نقل بقاله حوالي 16 سنة في شركات كتير، فهو كان بيعاني جدا من الحتة بتاعة الهدر بيحصل في الوقود والتلاعب وكده. فقلت له محمد ادخل نام الساعة واحدة. بس هو عارفه لما الواحد حد بينور له لمبه كده. طبعا انا ما فيش نوم. نص ساعه نزلت خدت العربيه ونزلت كلمته من الشارع، قلت له احكي لي بقى. فقعدنا نرغي بتاع ساعتين نقدر نعمل ايه في الحته بتاعه الوقود. يعني هو ايه المشاكل اللي اكتشفها محمد في البنزين فقرر يكلمك؟ خليني اقول لك، الوقود بيمثل تقريبا حوالي 50% او اكتر من تكلفه اداره اي اسطول عربيات في اي شركه. ورغم كده بالطرق التقليديه بتاعه دفع الوقود، سواء اللي هو بتبقى عهده فلوس او اللي هي البونات بتاعه البنزين، فهنا بيبقى مفيش حاجه بتربط ما بين الوقود والنقود. فبيبقى ده بيفتح باب كبير جدا لتلاعب وهدر ما بين السائق ومحطات الوقود. يعني مثلا ممكن السائق يقول انا حطيت كميه معينه وهو بالفعل ما حطهاش. بالظبط، يعني ده ممكن يحصل. وكمان من الحاجات التانية اللي بتحصل ان انا مثلا بعض الحلول بتربطني بمحطات معينة لازم اتعامل معاها، فبالتالي ممكن تبقى في محطة في اخر الشارع عندي بس انا مضطر اروح لمحطة ابعد بكتير علشان دي اللي ممكن تقبل البون بتاعي او الكارت بتاع دفع الوقود بتاعي. فده بيعمل هدر في الوقود. كمان ممكن اسوق 20-30 كيلو عشان احط بنزين، فبالتالي بيبقى فيه هدر وبيبقى فيه تلاعب وبيبقى فيه حاجات كتيره جدا ممكن تكلف الشركه مبلغ كبير، وفي نفس الوقت انا مش شايفه كمدير اسطول. فده بيخليني شويه مش قادر اتحكم ومش قادر ان انا اسيطر على الهدر اللي بيحصل ده. عندك حق. وسمعنا كتير عن اصحاب شركات بيبقى عندهم مشكله ان هم مش عارفين يتابعوا استهلاك البنزين مع السواقين، وبيبقوا مش عارفين الحقيقه فين. بالزبط. او الصح فين. طب يا ترى هو فعلا عمل المشاوير اللي بيقول عليها؟ طب هل فعلا احتاج كميه البنزين دي؟ ففعلا كنا محتاجين تنظيم او سيستم علشان يحكم المنظومه. احنا بالظبط كده، يعني زي ما انت قلتي يا رغده، احنا بنحاول ندي عجله القياده مره تانية لمدير الاسطول من اول ان هو بيبدا يحط اسطول العربيات بتاعته، يبدا يحط لهم شروط معينه زي مثلا مين يفول امتى، الساعه كام، يوم ايه، كم مره، كل الشروط اللي هي ممكن تساعده في اداره الاسطول بصوره افضل. وبعد كده بنديله الفيزيبيليتي او ان هو يبقى عنده رؤيه افضل، يقدر يشوف كل التعاملات بصوره لحظيه، سواء في تقارير بتطلع له او كل ترانزاكشن او كل معامله بتبان له باسم السائق باسم المحطه بالساعه وكده، لحد ما كمان احنا بنقوم بالدفع نيابه عنه. يعني احنا بنسهله كمان عمليه الدفع جوه المحطات. هو بيبقى كانه بيشحن المحفظه بتاعته، واحنا بنروح بعد كده بنعمل كل التعاملات نيابه عنه، وهو في الاخر هو قاعد يقدر يتابع كل حاجه من موبايله او من اللابتوب بتاعه وهو قاعد، ما فيش اي مشاكل. يعني نقدر نقول ان الفكره كانت موبايل ابلكيشن هو اللي هيحل لنا كل المشاكل اللي ممكن تقابل اي حد مدير اسطول او بيشتغل في النقل في الشركات، صح كده؟ ما اقدرش اقول كل المشاكل، بس على قد ما بنقدر بنحاول نغطي معظم المشاكل اللي بتقابله في الحاجات اللي ليها علاقه بالمدفوعات. هي بدات فعلا بصوره موبايل ابلكيشن، وبعد كده طبعا كانت من التحديات اللي لقيناها ان مش كل الناس شويه بيحبوا فكره الموبايل ابلكيشن. ناس بتشتكي ان الباقه بتخلص، ناس بتشتكي من كده، فبدانا ان احنا نطور كمان في حاجه اللي هي الملصق الذكي اللي بيعمل بتقنيه الـ NFC
او اللي هي النير فيلد كوميونيكيشن اللي بتتم من خلال ملصق بيتلزق على العربيه، وده بيبقى عليه نفس البيانات بتاعت العربيه من خلال الجهاز، بيقدر يتعرف على العربيه والسائق وكل حاجه. طيب. كريم انا حاسه ان انت اديت لنا ملخص ملخص الفكره، ولكن عايزين نمسك نقطه نقطه كده بقى نتناقش معاك فيها، وعايزين كمان يعني عندنا فضول نعرف يعني حسين صحاك من النوم وبعدين كل الافكار دي جت امتى وازاي وفين؟ لا ده كان في افكار كتير، احنا مالينا تقريبا مالينا كشكول تقريبا بافكار كل حاجه ممكن تحصل جوه محطه الوقود. انا عايز اقولك احنا لما ابتدينا الاول كنا بادين مركزين على الوقود، وبعد كده بدانا نركز على كل المدفوعات اللي ممكن تتم بالسياره، اللي هي زي الوقود زي الصيانه زي التامين زي تجديدات التراخيص وزي قطع الغيار كمان. كل ده عايزين نعرف تفاصيله بقى نقطه نقطه يا كريم، بس خلونا نطلع فاصل، وانتوا كمان لو عندكم اي اسئله لكريم ابعتوا لنا على 199 رساله او على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك وإنستجرام. يلا بينا على الراديو 9090. رجعنا لكم تاني رغدة ورضوى، والنهاردة ضيفنا كريم جمال شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لفيولن، بيكلمنا أكتر عن المشروع وإزاي هدفهم أنه يقدموا نظام لإدارة استهلاك الوقود. استهلاك الوقود طبعا للشركات اللي عندها عدد كبير من العربيات، أكيد أكيد دي نقطة مهمة جدا. وكريم كان قبل الفاصل بيحكي لنا كده عن بعض المشاكل اللي بتقابل المسؤولين عن النقل في الشركات بخصوص الوقود، وبيحكي لنا إزاي هم قرروا يحلوا كتير منها. قول لنا بقى يا كريم، أول حاجة فكرتوا فيها وقررتوا أنكم تنفذوها أنت ومحمد حسين شريكك عشان تبدأوا تحلوا كده واحدة واحدة المشاكل اللي ليها علاقة باستهلاك الوقود؟ والله أول حاجة كانت عايزين، يعني احنا عندنا فكرة شكلها كويس، فكنا عايزين نتأكد ان الفكرة دي هتبقى مفيدة بالنسبة للشركات، فبدأنا نتكلم مع الناس اللي في النتورك بتاعتنا من الشركات التانية. يا جماعة لو في حل بيعمل 1 2 3 انتوا هتبقوا مهتمين جدا، وبالعكس ده احنا بنعاني من 1 2 3. فبدأنا ناخد منهم شوية افكار، ايه الحاجة اللي حابين تشوفوها وهكذا، وبدأنا خلاص احنا عندنا فكرة وعندنا حاجة فاليديشن بتقول ان الفكرة دي في ناس محتاجاها، محتاجين بقى حد يطور. فبدأنا ندور على شريك لينا يقدر يساعدنا في الادارة، وشريك لينا يقدر يساعدنا في التطوير بتاع التطبيق. فمن هنا جي احمد وجي معاذ اللي بقوا الشركة بتوعنا، وكده بقينا الاربع شركة. بدأنا نبني في البلاتفورم او في السيستم اللي احنا بنعمله، لحد ما بقى عندنا سيستم نقدر نعرضه على الشركات، وبدأنا فعلا نعرض على الشركات السيستم ده. وطبعا في الاول خالص احنا كنا بنديه لهم ببلاش، لان ده كان بالنسبة لنا احنا فاليديشن، بنجرب معاهم تجربة وبنشوف ايه الحاجات. فكان طلع حاجات كتيرة جدا محتاجين نطورها، زي ما كنت بقول لك في ناس ما كانتش بتفضل الموبايل ابلكيشن فعايزه ستيكر، فبدانا نشتغل على الحته دي ورحنا طبعنا الاستيكرات. طب انا عايزه افهم بس جزئيه يعني قبل طبعا ما ننقل لموضوع الاستيكر. لما رحت بقى للشركات اللي عندهم عربيات وسواقين وبداتوا تقولوا لهم احنا عندنا فكره ان احنا ننظم لكم التعامل مع السواقين والعربيات وتعرفوا استهلاك الوقود، كان ردهم ايه؟ كان ردهم اول حاجه طبعا بيبقوا مهتمين يعرفوا شبكه المحطات شكلها عامل ازاي. هي الموضوع عشان ألخص لكم الموضوع، هو احنا بنربط ما بين حاجتين، اللتر والكيلومتر. يعني انا عايز اعرف لتر البنزين بيمشي العربية دي كم كيلو، فانا لو عندي محمد وكريم الاثنين بيشتغلوا على نفس العربية، لو اللتر بيمشي كريم 6 كيلو ما ينفع، وكريم بيمشي في نفس الروت ونفس الظروف ونفس كل حاجة اللي محمد بيمشي بيها، ما ينفعش يبقى كريم بيمشي 6 كيلو في اللتر ومحمد بيمشي 4 كيلو في اللتر. بالزبط. في حاجة غلط هنا. بس احنا بس الفكرة كلها ان احنا ازاي نقدر نعمل ده عشان نعرف مدير الاسطول كريم ومحمد اخبارهم ايه، مين اللي كويس ومين اللي ممكن يتعامل احسن، بحيث ان هو يقدر ساعتها. يعني في مقولة بيقولك you cannot manage what you cannot measure، ما تقدريش تدير اللي انت مش قادرة تقيسيه. بس فهي من هنا جات الفكرة، احنا هنديك كل التولز والامكانيات انك تشوف الناس عندك بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه، عشان تقدر تاخد قرارات محسوبة، قرارات ليها دلائل عشان تحسن من اداء الاسطول بتاعك. لانه ممكن حد يتظلم طبعا انه لا ده انت ما بتشتغلش، او انت مثلا يعني انا عارفه بتسرق البنزين فبتعمل مشاوير خاصه ليك. بالظبط كده. فانتوا بتحاولوا يبقى في عداله من الاخر يعني بين السواقين. انا مش جهه تنفيذيه طبعا، انا في الاخر خالص انا بدي بساعدك، بقول لك والله دي الطريقه، انت اللي هتحدد متوسط الاستهلاك اللي انت عايز تشوفه. تقدر تقسم الشركه بتاعتك لاينز اوف بزنس او مجموعه اوبشنز، يعني مثلا دي الجزء الخاص بالتوزيع، ده الجزء الخاص بالمبيعات وكده، لان بتختلف حسب حجم العربيه، حسب نوع العربيه بتمشي قد ايه وهكذا.
كل ده بيفرق في متوسط الاستهلاك. طب انت قلت ان هما كانوا مهتمين كمان يعرفوا شبكة المحطات، وبالتالي انتوا رحتوا اتفقتوا كمان مع محطات البنزين، ده كان لازم. فهل ده كان سهل ولا كان صعب؟ لانه اي فكرة جديدة ممكن يعني يتم رفضها او ما يتمش قبولها بسهولة. ما كانش سهل طبعا. احنا كان الهدف بتاعنا اكتر من حتة الكوانتيتي او عدد المحطات، هي حتة الكواليتي بتاعت الاماكن بتاعت المحطات. فبدأنا نشتغل واحدة واحدة ان احنا ازاي نتعامل، وكنا دايما بنركز ان المحطة دي هي شريك نجاح لين مش عميل، فكنا دايما بنتعامل من المنطلق ده. فبروح للمحطة انا بديلهم التدريب، بوفر لهم الجهاز اللي يقدروا يتعاملوا بيه، هو جهاز شبه البوينت اوف سيل او جهاز الدفع العادي بيكون موجود عندهم، بديلهم التدريب، بديلهم خط خدمة عملاء لو احتاجوا اي حاجة، زيارات دورية لو هم عندهم اي مشاكل نقدر ان احنا نحلها لهم. سيئة كريمة، عايز اعرف دور المحطة. اسألي يا رضوى. ايوه، عشان عايز اعرف دور المحطة بيكون ايه يا كريم. طيب انا معايا عربية. ايوه. وعايز اروح افاول. حلو. صح؟ وهنا الشركة بتديني من فلوسها علشان خاطر اروح افاول بيها. فطول ما انا في جيبي في فلوس بتاعه الشركه، هنا بيبقى في احتمال ولو ضئيل ان انا ممكن اعمل اقوم بتلاعب ما بيني وما بين المحطه. طيب، فانا دلوقتي عايز ان الراجل ده يروح المحطه ويفول واسجل المعامله دي من غير ما يبقى في فلوس في جيبه، خلاص. فانا بعمل ايه؟ الشركه بتشحن رصيدها عندي، انا بدي للمحطه سيستم بشحن للمحطه فلوس، المحطه بيبقى عندها رصيد. فانا لما بروح كسواق بروح للمحطة، المحطة لازم تتعرف عليا، بتقول مين ده؟ ده كريم. طب كريم والله مسموح له ان هو يفاول ولا لا؟ من الكلام اللي حطه المدير الاسطول، مسموح له. طيب خلاص، انا هبدأ افاول العملية. فلما بفاول العملية بسجلها من خلال الجهاز اللي معايا كمحطة، فهنا بتروح فاتورة الكترونية بصورة فورية لمدير الاسطول ولصاحب المحطة كمان. فالعملية بتتسجل، بيبدأ هنا طبعا عامل المحطة بياخد قراية عداد العربية اللي هو الاودوميتر، وبياخد قراية الترومبة البنزين اللي هو الديسبنسر. فبقدر اقارن، والله انا قبل المعاملة دي كان قراية العداد مثلا 100,000 لتر، وحطيت مثلا بنزين كذا، ففي المعامله الجايه هشوف من ساعه ما فولت لحد دلوقتي انا مشيت كام كيلو، فاقدر احسب متوسط الاستهلاك. حلو قوي. طب وصلنا بقى للاستيكر، ايه بقى مهمته لما انتوا قررتوا ان انتوا لا موبايل ابلكيشن الناس مش مرتاحه، السواقين مش قادرين يتعاملوا بيه، ايه بقى قصه الاستيكر ده؟ تيجي نقولها بعد الفاصل. يلا بينا. يلا بينا، يعني عشان نتشوق نعرف الحكايه. ايوه يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا على الراديو 90-90، بنكمل كلام مع كريم جمال شريك مؤسس ورئيس التنفيذي لفيولا، ان الشركة اللي بتقدم حل ذكي لاستهلاك او لتوفير الوقود. ويمكن كريم بيشرح لنا من اول الحلقة فيول ان ازاي بتشتغل وازاي بتفيد الشركات انها تابع السواقين او اسطول النقل اللي عندها. ووصلنا النقطة يا كريم، الا وهي نقطة انه لقيته انه فكرة الموبايل ابليكيشن يمكن ما تكونش عملية للسواقين، فقررت تعملوا زي ملصق، يعني زي الملصق الالكتروني بتاع العربيات اللي احنا بناخد بيه المخالفات، مش كده؟ ولكن ملصق بقى للسواقين علشان الشركات تتابع الاستهلاك بتاع البنزين. بالظبط، هو الملصق اعتبريه كانه، عارفه لما حد بيقابل حد بيقول له ده الكارت بتاعي، هو شبه كده شويه. يعني من الاخر الملصق ده هو بيبقى البيزنس كارد بتاع السواق بتاع العربيه. فانا لما بروح المحطة بتقدر تسكان الاستيكر اللي ملزوق في العربية ده، فبتطلع لها بيانات العربية وبيطلع لها بيانات السواق طبعا حسب الباسورد اللي هو بيدخلها، فبيبقى معروف مين اللي دلوقتي شغال على العربية دي، كريم ولا محمد، خلاص. فلما البيانات دي بتظهر بيبدأ هو يطلب الخدمة اللي هو عايزها، وليكن مثلا أنا عايز أفول العربية 95. لو هو ملوش انه يفول 95 في الشروط اللي حطتها له مديره عامل بنزين، هيطلع له ايرور بيقول له مالكش ان انت تعمل كده بس. وهنا ساعتها بيجي نوتيفيكيشن بصوره فوريه لمدير الاسطول بيقول له ان في حد حاول يعمل حاجة مش هي بالظبط. فكمان بننبهه ان في حد حاول، لان ممكن مره لو عملها مره تبقى غلطه، عملها مرتين ماشي، لكن لو بيعملها على طول يبقى هو قاصد يتلاعب، بيتقفش. بالظبط. حصلت كتير، مش كتير قوي، يعني اكيد تبعه يعني مع اصحاب الشركات. ها ايه الاخبار؟ قدرتوا تعملوا انضباط في عمليه استهلاك الوقود ولا لا؟ بنتابع الوفر، يعني في ناس وفروا لحد يمكن 7% او اكتر ساعات من التكاليف اللي كانوا بيصرفوها باستخدام السيرفيس بتاعتنا. فاحنا الحمد لله. ازاي بقى؟ قول لنا يعني الوفر ده جه من خلال ايه؟ ان انا بقيت بودي محطه اقرب، بقيت اي كانت فرصه للتلاعب كصرف فلوس بقت بتقل، الناس بقت دايما حاسه ان هي مترقبه، فبقت دايما بتتعامل بصوره افضل. لو كان بيحرق شويه رجله حرق على البنزين، لان انا كمان بطلع
من الريبورتات اللي بطلعها للمدير بتاع الاسطول بطلع له حاجه اسمها سلوك السائق او درايفر بيهيفير، فبقارن ما بين السواقين. لو انا مثلا شغال على عربيتين بقارن العربيات ببعض وبقارن السواقين ببعض، فببقى في الاخر انا شايف انا سلوكي شكله عامل ازاي. وده عشان يتم بصوره افضل كمان انا اضفت خدمات تانية فوق الوقود، فبدات اتعامل كمان مع الصيانه، فبدات اتعاقد مع مراكز صيانه بحيث ان انا اقدر اصين سواء صيانه دوريه او صيانه لا قدر الله حوادث، فاقدر اصين ده سواء داخلي او خارجي، فبالتالي بحمل كل التكاليف وبطلع حاجه اسمها كوست بير كيلومتر او تكلفه الكيلومتر واقف عليا بكام، وبطلع نفس الكلام على السائق ده واقف عليا بكام والعربيه واقف عليا بكام، فاقدر انا كمدير اسطول شايف والله التكلفه جايه منين، المشاكل جايه عندي منين، مين السائق اللي بيعمل ممكن تبقى مشكله في العربيه زياده او العربيه فيها مشاكل صح. مثلا طيب هنا بقى مدير الاسطول عنده ايه يعني يقدر يتحكم بقى من خلاله؟ هو برضو ابليكيشن ولا بيستخدم ايه يقدر يحدد ان السائق ده يتعامل على الشروط اللي هي 1 2 3 والعربية دي استهلاكها محتاج مثلا صيانة صح. بيتعامل ازاي؟ هو عنده داشبورد بيبقى زي ويب سايت بيفتحه من خلال اللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه، ويقدر يفتحه من الموبايل كمان، فهو بيبقى شايف رصيده كام، شايف عدد التعاملات، الشركة بتاعته لحد النهاردة حطت كام لتر وقود، صرفت قد ايه فلوس، ويقدر يقسمها كمان زي ما كنت بقول لحضرتك حسب نوع الخدمه. فمثلا ايه الجزء بتاع التوزيع صرف كام كام لتر وقود بنوع الوقود، مثلا كام منه 92 كام منه ديزل وهكذا، فيبقى شايف كل التعاملات دي، ويقدر بعد كده يطلع يدخل على الجزء بتاع التقارير، يطلع التقارير اللي هو عايزها، يشوف مثلا الانفويس او الفواتير اللي طلعت من عنده، بيشوف كمان العربيات اللي عنده فاضل قد ايه على الصيانه بتاعتها، العربيه دي صينت قد ايه، صرفت كام، فيبقى شايف كل حاجه، تاريخ ميلاد العربيه يعني، فيقدر يعني يحسب التكلفه اللي يعني بتقع عليه من خلال العربيات او السواقين. بالظبط كده، بالظبط كده، بدقه شديده يعني حاسه ان مفيش حاجه هتعدي، يعني على قد ما نقدر بنحاول ما نخليش حاجه تعدي يعني. حقيقي حلوه قوي قوي. طيب ايه رايكم نطلع فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلام مع كريم جمال، شريك مؤسس ورئيس التنفيذي لفيولن. يلا بينا على الراديو 90 90. ضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو كريم جمال، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لفيولن، بيكلمنا عن فيولن وازاي هدفها انه يتم تنظيم استهلاك الوقود. طبعا مشروع بيفيد كتير جدا من الشركات اللي عندها عدد كبير من العربيات، ازاي يقدروا يتحكموا في استهلاك الوقود ويعرفوا كل عربية بتستهلك قد ايه، وتفاصيل تانية كتيرة جدا كريم بيحكي لنا عنها النهاردة. كريم عايز اسألك عن السواقين بقى اللي هم طبعا اكيد هدف الشركات انه تبقى عارفة استهلاكهم، عارفة بيعملوا ايه، امتى بيحتاجوا ان هم يفولوا يعني العربيات. هل انتوا بتقدموا لهم تدريب او توعية بانه مهم ان هم يعني يقدروا يستخدموا فيولن وقد ايه هتفرق معاهم؟ اه طبعا، يعني هو في الاول خالص اهم حاجة بالنسبة لنا اللي دايما بنركز عليها، انا مش عايز اعرض الفكرة بتاعتي ان انا بقول ان السواق هو حد بيتلاعب. هو مش دايما الخطأ ممكن يكون بسبب ان هو بيحاول يتلاعب، ممكن يكون السبب ان مفيش حاجة بتقوله ان انت بتعمل حاجة غلط. يعني انا دايما انا مش هعرف ان انا بعمل حاجه غلط غير لما يبقى في ريبورت بيقول لي ان في والله مشكله في كذا. فدي اول حاجه بالنسبه لي مهمه ان احنا نبينها جدا يعني. فانا لما بروح للشركه اول حاجه بعرض عليه السيستم بتاعي، بعلم الاول المدير اللي ماسك الموضوع ده كله، اللي هيبقى سايق زي ما بيقولوا او هيبقى هو اللي بيدير الموضوع، بعلمه ازاي يستخدم الداشبورد. وبعد كده ببدا اقول له انا محتاج اجي الزق على العربيات بتاعتك الاستيكرات، فببعت حد من الاوبريشن عندي ان هو يقدر يعمل الكلام ده. وبعدين بعرض عليه حاجه من الاثنين، يا اما تقدر تجمع لي كل السواقين بتوعك في مكان واحد بحيث ان انا ادي لهم تدريب، فده لو ده متاح بالنسبه له فبنبدا نعمل زي محاضره، بنجمع كل السواقين وندي لهم تدريب، بنعلمه ازاي يستخدم السيستم، ايه المزايا بتاعت السيستم، ايه هو ليه مهم، ويعمل ايه لما يروح المحطه، يقول ايه بالظبط وايه اللي يتوقعه وهكذا، ولو واجهته مشكله كمان يقدر يتصرف ازاي. او هو بيقول لي لا والله انا عندي ناس شغالين في محافظات كتير جدا، فمش كل الناس شغالين في حته واحده، فساعتها ببدا اجيب الناس اللي هم زي ما بيقولوا المديرين اللي هم مديرين المجموعات، مديرين يعني مثلاً مديرين النقل، وبدلهم هم تدريب وهم بيدربوا
هو بينقل خبرته لباقي السواقين زي ترينر يعني او بدرب اللي بيدرب. طيب هنا يعني ظهر سؤال كده في خاطري الا وهو اكيد عملتوا اتفاقات مع شركات النقل التشاركي او بمعنى يعني يعني اوضح الشركات اللي عندها خدمه النقل زي التاكسي يعني احنا بقينا بنستخدم موبايل ابلكيشن علشان ننتقل من مكان لمكان. فهل فيولا ليها دور مع الشركات دي؟ والله يعني برافو انك سألتي السؤال ده. انا يعني لحد فترة كبيرة كنا قاعدين بنفكر ازاي. انا يمكن برضو كانت من الحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده كنت احد الموظفين في احد الشركات دي من يمكن كنت خامس واحد تقريبا في المجال ده هنا. فكان دايما عندي حاجة ازاي ان انا اقدر اقدم الخدمة دي للشركات دي لان هو عدد كبير جدا بس هنا هي عربيته صحيح. فانا مفيش حاجة اقدر اديها له في حتة التلاعب وكده مش بينطبق. لكن اقدر اديله حاجتين تانيين. اول حاجة ان هو اقدر اديله خدمة لحد ما هو يقدر يحصل او يعمل ريكونسيليشن او عملية مقصة مع الشركة بتاعته والحاجات الفرق ما بين الكاش والكريدت كارد. يعني كتير مننا مثلا بيجي يركب من الخدمة دي فيقول له انت كاش ولا فيزا فلو فيزا بيقول له معلش انا هضطر كنسل الموضوع كله بيبقى ان هو معهوش سيولة في ايده يقدر يعمل ده لحد ما بيعمل المقصة مع الشركة بتاعته. صحيح. فهنا انا اقدر اديله شكل بديل للكاش يقدر يفول بيها من خلال. فدي حاجة من الحاجات اللي انا بقدمها. هيدفع بشكل مباشر للمحطة. بالظبط بالظبط. والجزء الثاني وده اللي احنا عملناه مع احد الشركات بالفعل في رمضان ان احنا بندي لهم طريقة لمكافأة السائقين بتوعهم مثلا التوب درايفرز او الناس اللي بتعمل مثلا اداء كويس وكده. فبدل ما بيدلهم كاش في ايديهم بيقدر يدلهم هدايا في صورة وقود تفويلة يعني اروح احط بنزين ببلاش. بالظبط كده. فهو بيقدر يروح يفول ببلاش وده اللي بالفعل حصل. فكانت الناس مبسوطة جدا الحمد لله يعني كان رد الفعل طيب يعني. فدي حاجة عملناها بالفعل ولقت نجاح. طب أنا عايزة أفهم أكتر عشان لو في سواق بيسمعنا وبيشتغل مع يعني أحد الشركات دي دلوقتي لو هو فعلا عايز يستفيد من فيولن يعمل إيه؟ من خلال الشركة ولا بيتوجه لكم على طول؟ في الوضع الحالي بتبقى دايما من خلال الشركة هي اللي بتقرر إن أنا عايز أدي هدايا مثلا للكباتن اللي شغالين معايا أو السائقين اللي شغالين معايا. لكن في المستقبل القريب ان شاء الله احنا شغالين على برنامج بحيث ان احنا نقدر نقدمه للافراد سواء افراد شغالين في نقل تشاركي او افراد عادي زينا بنستخدم عربياتنا. زينا انا كل تفويله بالنسبه لي تنعكس عليا في صوره نقط ولاء اقدر ابدلها بخدمه او بهديه وهكذا. طب كريم عايز ارجع لنقطه تاني الفكره ان هو بيروح محطه البنزين لو مش معاه كاش علشان يفول هيفول عن طريق فيولان ازاي؟ هي بيبقى نفس الملصق ده احنا بنديه لهم. الملصق ده بيبقى مشحون بفلوس يعني هو الملصق هو ده اللي بيبقى بيشحنه بقى يعني السائق هو اللي بيشحنه اكيد مش هنا الشركة. هنا الشركه بتبقى شحنه لي يعني انا مثلا في المثال اللي انا اديته لحضراتكم بتبقى الشركه قالت لنا احنا عايزين ندي هدايا بمجمل اكس الاكس ده عايزين نقسمه على السواقين برقم واي مثلا تمام. كل سائق يبقى ليه مثلا المبلغ الفلاني فانا بدلهم ملصقات وببدا احط لكل سواق المبلغ اللي الشركه حددته له. فهو خلاص هو كل اللي بيعمله هو بيروح للمحطه بتبدا المحطه بيقول لهم ان انا عايز افول من خلال فيولن هو بيشحن هو ما بيقولهمش هديه ولا حاجه هو بيقول لهم انا عايز افول. طيب بالنسبه لموضوع المقاصه بقى ان هو لو حد جه يركب معاه وفيزا ولا كاش المشكله دي حلتوها ازاي؟ احنا بيبقى هي الفكره بتبقى ايه ان في مثلا رحلات بتبقى كاش فبيبقى السائق هو الفلوس في ايده المفروض اللي هو يديها للشركه والعكس لو كريدت كارد فلما بيجي له كذا رحله بالكريدت كارد ما يبقاش معاه سيوله في ايده يقدر يفول بيه. احنا بنعمله ايه ان احنا بنتفق مع الشركه بس ده لسه ما طبقناهوش احنا لسه في اطار المفاوضات بالظبط علشان خاطر نقدر نديله جزء من مستحقاته بحيث ان ده ما يخسرش الشركه يبقى جزء من مستحقاته يقدر يطلع في صوره وقود بس. حلو قوي فهمت الحمد لله يا رب يكون مستمعي راديو 90 مبسوطين ومستمتعين بحوارنا النهارده مع كريم جمال. ولكن هنكمل في ساعه تانية بعد ما نسمع طبعا اذان الظهر ان شاء الله وكمان شاء الله. يعني نسمع اخر واهم الاخبار في الدقيقه الاولى للساعه الواحده ظهرا بصوت زميلتنا علا سمير. استنونا الساعه الثانيه يلا بينا على الراديو 90 رجعنا تاني بنكمل كلام معاكم ومعانا في الاستوديو منورنا كريم جمال شريك مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة فيولن اللي بتقدم حل ذكي لتوفير الوقود للشركات. الحقيقة انه دايما رائد الاعمال بيفكر بره الصندوق بيفكر ازاي يحل اي مشكلة موجودة في المجتمع عندنا يعني زي المشاكل
المشاكل اللي ممكن تكون الشركات بقالها فترة طويلة بتتكلم عنها، وهي ازاي يتابعوا اسطول النقل اللي عندهم. يعني عنده عربيات، عنده سواقين، عايز يتابع استهلاك الوقود، عايز يبقى فيه عملية محكمة لمتابعة السواقين. فالحقيقة انه كريم واصحابه نجحوا ان هم يأسسوا فيولن، وفعلا يتم الاعتماد عليها من قبل عدد كبير من الشركات والمؤسسات. ويمكن في دور كمان يا كريم عملتوه مع محطات البنزين، ان انتوا تبقوا منتشرين مع عدد كبير من المحطات، ومش في القاهرة بس، لا في اماكن كتير في مصر. فحكي لنا بقى على الرحلة دي. والله يا رحلة طويلة، وانا عايز والله يعني من موقعي هذا اشكر تيم الاوبريشن اللي تعبوا معانا جدا جدا جدا. الحمد لله احنا دلوقتي تقريبا موجودين اقدر اقول يمكن في كل محافظات، يعني بنغطي شركات في اي محافظة لحد توشكا يمكن، يعني الحمد لله توشكا، الفرافرة، هتلاقي في الدلتا، في الصعيد، كل في اماكن فيها محطات موجودة. الحمد لله. فاحنا التغطية بتاعتنا دايما بنحاول على قد ما نقدر نغطي كل مكان ممكن الشركة تحتاجه، وكمان بندي وعد للشركات ان على قد ما بنقدر لو هم عندهم مثلا هب او مكان فرع في مكان معين بنحاول نغطي، نجيب لهم محطة في أقرب مكان ليهم خلال الأسبوع. يعني لو في محطة مثلا مش موجودة معانا في الشبكة، نقدر ان احنا نروح نتعاقد لهم مع أقرب محطة ليهم في أقرب وقت. يعني الشركات هي اللي بتتواصل معاكم علشان تقول لكم محتاجين محطة في المكان ده؟ بعض الشركات بيبقى عندها طلب معين، مثلا في محطة قريبة منهم فبالنسبة لهم هتبقى أفضل، فبنقدر نعمل كده ان احنا بنروح نتكلم مع المحطة، بنقول لهم والله ده في شركة كذا قريبة منكم، فاحنا ممكن نتعاقد معاكم، فبالتالي هنزود لكم المبيعات. في الاخر خالص احنا دورنا مع المحطة مش بس ان هي بتبقى بالنسبة لنا مقدم خدمة، لا انا كمان بزود لهم البيع، لان المحطة دي مثلا ممكن يبقى في شركات قريبة منها بس ما بتروح لهاش لان هي ما كانتش متعاقدة معاها، فانا ساعتها بقدر اجيب لهم الشركات الاقرب. ودي برضو من الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها للاكوزيشن او لان احنا نجيب شركات جديدة. انا مثلا مضيت مع محطة النهاردة، ببدأ ابص على الشركات اللي حواليها، فبشوف مثلا والله الشركة دي قريبة منها وهكذا، فبالتالي لما انا امضي مع الشركة دي فدي هتبدأ تيجي للمحطة فهتزود لها. كمان للشركات مش بس للمحطات. بالظبط. والجزء عندي تساؤل. هل انتوا فكرتوا نبدأ بس بالقاهرة الاول وبعدين اسكندرية وبعدين نروح لتركيا، ولا اشتغلتوا على كل المناطق مرة واحدة؟ لا طبعا احنا الاول خالص كنا مركزين على القاهرة، يعني برضو خلينا نبقى واضحين، يعني في الاول خالص احنا ما كانش عندنا العدد الكافي من الاوبريشن اللي نقدر نغطي بيه كل حتة، فبدأنا بالقاهرة، وبعد كده بعض المحطات بيبقى عندها فروع تانية في محافظات تانية، فبدأنا نعمل يعني خدنا تتوسعوا بقى. بنتوسع من الجزء ده. بعد كده بدأنا باسكندرية، ومن اسكندرية رحنا على الدلتا، كان دي كانت يعني القاهرة وبعد كده اسكندرية وبعدين الدلتا، وبعد كده بدأنا ان احنا نركز على الجزء بتاع الصعيد، وده كان شوية كبير يعني، وكانت احد الشركات الكبيرة كان عندها ما شاء الله يعني جزء خاص بالصعيد كبير جدا، فهم كانوا قدلنا لستة كده في الصعيد، فلقينا ان احنا محتاجين نسرع جدا من الجزء بتاع الصعيد، فبدأنا نشتغل عليه بصورة كويسة. وبعد كده بدأ يجي لنا ريكوستات في حتة اللي هي زي توشكا والجزء والاجزاء اللي شوية رورال او البعيدة دي، فبدأنا احنا برضو نكتبها يعني، لحد ما بقينا عندنا الخريطة دي، وبنقعد نحط بن احنا موجودين هنا وهنا 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 وهنا، ففي جزء مثلا بحر احمر فالحمد لله موجودين في الجونة، موجودين في الطريق بتاع السخنة. فلو اي شركة بتتحرك في اي مكان من الاماكن اللي انتم متعاقدين مع المحطات فيها بالزبط. تقدر تروح لها حتى لو هي مش متعاقدة مع المحطة دي كشركة. بالظبط، احنا بنتعاقد بدلهم، فبالتالي احنا بنبص على قد ما بنقدر ان احنا بنخدم كل انواع الشركات، فكأنكم شبكة من المحطات على مستوى الجمهورية. بالظبط كده. واحنا الشركات اللي بنتعامل معها يا اما ممكن تبقى شركة نقل، شركة عندها عربيات نقل كبيرة، ممكن تبقى زي ما قلنا شركة نقل تشاركي، وممكن تبقى شركة سياحة عندها أوتوبيسات سياحة، أو مدرسة عندها أوتوبيسات مدارس، فالناس دي عندها خطوط ثابتة معينة، فاحنا عايزين نديلهم محطات في الخطوط الثابتة بتاعتهم بحيث ان هم طول ما هم ماشيين يقدروا ايه الاوبريشن بتاعتهم شغالة. او شركات مواد غذائية مثلا. طبعاً. يعني اي شركة بتنقل اي حاجة. خط نقل او اسطول نقل. بالظبط. يعني احنا ما عندناش مثلا نقل كبير، نقل تقيل، نقل خفيف، زي ما بقول لكم شركة سياحة، نقل افراد، في الاخر خالص هي شركة مملوك عربية مملوكة لشركة، الشركة اللي بتصرف المصروفات بتاعت الاوبريشن بتاعتها، احنا بنسهل لهم المدفوعات دي وبندي لهم المحطات اللي تقدر تخدمها.
حلو قوي. طيب احنا لسه اكيد في تفاصيل اكتر وكلام اكتر بنعرفه من كريم جمال رئيس تنفيذي والشريك المؤسس لفيولن، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلام. رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90، وضيفنا النهاردة كريم جمال شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لفيولن، بيكلمنا اكتر ازاي من خلال فيولن تقدر الشركات اللي عندها اسطول نقل او خطوط نقل او عدد كبير من العربيات انها تتحكم في استهلاك الوقود، ويبقى الموضوع منظم اكتر من خلال كل الحلول التكنولوجية اللي بتقدمها فيولن. كريم، انت قلت لنا في اول الحلقة انه في نسبة كبيرة من التوفير او الوفر بتحصل وبتتحقق لما بيتم متابعة استهلاك الوقود طبعا من جانب الشركات، واكيد مع ده في برضو يعني نسبة كبيرة من الحفاظ على البيئة، فقول لنا ده بيحصل ازاي؟ طيب هو احنا لما كنا بنحط الافكار بتاعتنا في الاول، فاحنا حطينا شوية زي long term plan او استراتيجية طويلة المدى، يعني بنحط ايه الحاجات او ايه الخطوات اللي احنا هنعملها في المستقبل. يمكن كان لو حضراتكم تفتكروا في كوب 27 اللي اتعمل في شرم الشيخ، كان في كلام كبير جدا على ان احنا عايزين نبدأ نشوف الجزء الخاص بالطاقة المستدامة، وازاي ان احنا ندور على بدائل للوقود بحيث ان احنا نقلل من البصمة الكربونية والانبعاثات اللي بتحصل بصورة كبيرة جدا من الوقود، وكان ان هيبقى فيه تركيز كبير جدا على الالكتريك فيكلز او السيارات الكهربائية. بالظبط. فعشان كده كان مهم جدا ان احنا بنحط في الخطة بتاعتنا ازاي ان احنا نقدر نقدم خدمة برضو خاصة بالسيارات الكهرباء، ودي حاجة ان شاء الله احنا شغالين عليها بحيث ان في المستقبل القريب نقدر نقدمها للناس اللي عايزة تحجز. لكن حاليا حتى بالخدمة اللي احنا بنعملها، كل لتر وقود احنا بنوفره بنوفر حوالي سبعة، بنوفر رقم كبير جدا من الكربون اللي بيطلع كانبعاثات. فاحنا بنتكلم مثلا لو احنا بنتكلم على ان شاء الله 13 مثلا الف عربية كرقم او 15 الف عربية كرقم، فاحنا بنتكلم في تقريبا بنوفر حوالي 1,900,000 كيلو متر سواقة. فتخيلوا 900,000 كيلو متر سواقة. ده لما على مدار السنة نتحكم في استهلاك الوقود بتاعنا. ده انا لو انا بوفر 2 كيلو في كل عملية تفويل بان انا خليتك تروح محطة اقرب، يعني لو كل تفويلة انت بتروح تفولها وفرت لك 2 كيلو سواقة، فانت على مدار السنة لو احنا بنتكلم مثلا عن عدد تفويلات معينة في الشهر متوسط، يعني مثلا من 6 ل 8 تفويلات، فانا بتكلم على حوالي 1,900,000 كيلو متر اقل كسواقة. فكل كيلو من دول ليه رقم كبير جدا كان بعثات كربونية. ومن هنا عشان كده الحمد لله يمكن في الريبورت اللي طلع اللي هو بتاع الميدل ايست نت زيرو ريبورت اللي كان اتعرض في دبي يوم 29 نوفمبر من PwC، احنا اختارونا كأحد الشركات الوانس تو واتش او الشركات اللي نبص عليها يعني اللي ليها دور او اثر على البيئة. واحنا كان من اهدافنا حتى اللي احنا بنعرضها دايما ان احنا نكون لينا بصمة يعني في الجزء الخاص بالجلوبال اس دي جيز او اللي هي التنمية المستدامة بالضبط الخاصة باليونايتد نيشنز. فالحمد لله احنا دايما بنركز على الجزء ده، وكل ما بنوفر كيلو كل ما نبدأ نفكر ازاي ده هيبقى ليه اثر على البيئة. كريم، عمرك تخيلت لما تخرجت كده وبدأت تشتغل ان انت هتوصل لانك هتعمل مشروع يكون من اهدافه الرئيسية ان هو يحافظ على البيئة ويساهم في حل مشكلة التغير المناخي؟ بصراحة لا، يعني ما فكرتش. انا منبهرة. الله يخليك. بس هي بجد يعني ازاي وصلتوا للنقطة دي، وازاي بقى عندكوا ايجابية بالطريقة دي ان احنا ممكن نقدر نساهم في حل المشكلة؟ بص، يعني طالما ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا عندنا حلول، لازم نبص، نبقى دايما بنبص بصورة اوسع. يمكن ده الواحد الحمد لله في 17 او 18 سنة اللي اشتغلهم قبل ما يبقى عند الشركة بتاعته قدر يشوف قد ايه ان ممكن يكون حل بسيط ليه تأثير اكبر بكتير مما هو يقدر يتخيله. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نشوف كل خطوة بنعملها ازاي تقدر تأثر مش بس علينا كربحية، لا تأثر كمان على المجتمع. فالحمد لله بشكل إيجابي جدا جدا، وبشكل كلنا في ظل التغيرات المناخية اللي احنا عايشينها دي محتاجين نحس بده، والحر اللي احنا بنعاني منه يا كريم. حر جامد قوي، فظيع يعني. موجات الحر اللي كل شوية تهاجمنا الصيف ده،
فنتمنى ان احنا نقدر ننجح ان شاء الله في الاهداف دي والحر يقل فعلا عشان الموضوع بقى صعب جدا وان شاء الله ما يبقاش احنا بس, يبقى كل الشركات ان شاء الله بتبدا تبص للاثر بتاعها سواء اثر مجتمعي او اثر على البيئه يعني. أكيد. احنا هنكمل كلام ولكن خلينا نخرج فاصل ونرجع نعرف بقى قصة ال 17 سنة يعني كنت فين وبقيت فين وبتعمل ايه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على راديو 90-90 ومنكمل كلام مع كريم جمال شريك مؤسس والرئيس التنفيذي في شركة فيولان اللي بتوفر حل ذكي لاستهلاك الوقود للشركات. يمكن يا كريم طبعا كلمنا عن فيولان والخدمات اللي بتقدموها ولكن جه وقت الكلام معاك انت بقى, انت قررت ان انت تبقى رائد اعمال وعندك مشروع بتاعك ولكن قبليها 17 سنة كنت أكيد بتشتغل في وظيفة زي ما أنت حكيت لنا قبل الفاصل. صحيح. فإزاي خدت قرار أنك لأ أنا حنقل بقى من حياة الموظف لحياة رائد الأعمال؟ والله أنا هقولك على حاجة, جزء كبير من شغلي كنت أنا يعني بأؤمن, ويمكن دي حاجات من اللي احنا تعلمناها كانوا من مديرنا قبل كده, أن أنا حتى وأنا موظف أنا ممكن أبقى رائد أعمال. يعني كان في حد حتى من احد الشركات الكبيرة عالميا يعني كان بيقول ان احنا مش بنعين موظفين, احنا بنعين كوفاوندرز او ناس اللي هم بيبقوا كأنهم شركاء بالضبط حتى لو هم موظفين. فانا يمكن الحمد لله انا كنت في خلال الشركات اللي انا اشتغلت فيها كنت تعرضت للاكسبيرينس دي, ان انا بحس ان انا فعلا كأني جزء من مؤسسين الشركة. فده خلاني الحمد لله دايما ببقى عندي حتة الباشن وان انا عندي حماس رهيب ان انا عايز الشركة تكبر, وان انا افكر حتى لو انا موظف ازاي ان احنا نقدر نقدم حاجة جديدة وهكذا. فعشان كده الحمد لله ربنا كرمنا وجات فكرة احنا حاسين ان هي ممكن فعلا تبقى مفيدة وبتحل مشكلة, ولقينا ان احنا فعلا بنقدر نحل مشكلة وان في ناس فعلا بتطلب الخدمة دي, فحسيت ان هو خلاص هو ده الوقت الواحد يقدر ان هو يركز في حاجته ويكبرها ويبقى فعلا بيدي كل طاقته ان احنا نقدر ان شاء الله نحسن من الخدمة دي للناس. يعني كريم عملت ايه؟ يعني سبت الوظيفة اللي انت كنت بتشتغل فيها قبل ما تأسس بقى فيولين, ولا سبتها بعد ما أسست وخلاص بدأت الشركة تبقى موجودة بالفعل؟ لان برضو دي نقطة ناس كتيرة بتقع فيها, بتبقى مش عارفة امتى تاخد القرار. طيب يعني خليني اقول لكم بمنتهى الصراحة, لا انا طبعا ما مش اول ما جات لي الفكرة عملت الشركة سبت شغلي, يعني لان بغض النظر ان انا سواء موظف او رائد اعمال وكده فانا اب, انا عندي مسؤوليات عندي حاجات, فلازم في الاخر خالص يبقى عندي انكم وعندي في نفس الوقت حاجة اللي هي تقدر تسند معايا لحد ما ان الشركة توصل توقف على رجليها عشان ما حملهاش كمان تكلفة عالية يعني. فانا طبعا كنت بعمل الاثنين امبارالل في الاول, عندي شغلي كموظف وفي نفس الوقت ان انا بقدر اوفق وقت, فانا كنت باجي على وقتي اكتر, يعني كنت بشتغل مثلا صبح وليل بحيث ان انا اقدر ان انا ادي لشغلي كموظف حقه بالكامل, وبعد كده اقدر ادي لشغلي كأنتربرنور او كرائد اعمال برضو حقه وادي للفكرة حقه. فمن هنا جاء الموضوع لحد ما وصل الحمد لله ان فيولين وصلت لمرحلة ان هي بدأت تبقى كبيرة بحد كافي ان هي محتاجة كريم يبقى وقت محتاجة تفرغ بالظبط. فساعتها والله قررت ان انا استقيل وتفرغ تماما للشركة. مين اكتر حد شجعك في صحابك في عيلتك؟ ايوة ده الوقت المناسب ان انت تبقى صاحب مشروع او صاحب شركة. والله يعني في الفترة دي يمكن كانت زوجتي اكتر, يعني كانت شجعتني جدا على الجزء ده, ان احنا خلاص ده الوقت المناسب. زميلي كمان يعني شريكي كان دايما بيشجعني اللي هو يلا يا كريم دلوقتي هو الوقت المناسب والولاد كبروا ويلا بينا نعمل لهم حاجة ونوفر ونحقق لمستقبلهم وهكذا. فطبعا يعني دي كانت اكتر حاجة خلتني ان انا اقدر اتحرك, يعني ما تقولش لا انا هفضل زي ما انا وخلاص. وطبعا في الاول في الاخر الواحد طبعا صلى استخارة واستخار ربنا وفكر كويس وحسبتها بالورقة والقلم كذا مرة لحد ما لقيت ان خلاص يعني ده ان شاء الله دي انسب حاجة ان احنا نعملها, وفي نفس الوقت ده بقى دافع ليا يعني خلاص انا ما عنديش حلول تانية غير ان الشركة تنجح. فبقينا ان احنا خلاص لازم, لان انا عندي اولادي لازم دايما ان هم اخليهم الاولا فخورين بيا اقدر ان انا دايما اعيشهم عيشة كويسة. فدايما بقى ده بالنسبة لي حافز ان احنا لازم ننجح الشركة ولازم الشركة تكبر, فبقى ده دايما شايفه قدامي ونصاب عيني عشان خاطر ان احنا ان شاء الله
مهما كانت فيه صعوبات، مهما كان فيه اي حاجه الواحد يفضل مكمل يعني. طيب لو حد بيسمعنا ونفسه فعلا ياخد الخطوه دي ويبقى عنده مشروع او يبدا الشركه بتاعته، يعني ايه اكتر نصيحه عايز تقولها له؟ طيب انا هقول النصيحه اللي بقولها دايما، مش لازم عشان تبقى ناجح تبقى صاحب شركه. يعني دايما احنا ساعات بتوصل لنا الفكره ان انا التطور الطبيعي ان انا لازم في الاخر استقيل وابقى عندي شركه، مش لازم. انا ممكن ابقى ناجح في مكاني، ممكن ابقى ناجح وانا موظف، ممكن ابقى ناجح وانا مدير، ممكن ابقى ناجح ايا كان. في الاخر خالص النجاح ملوش تعريف ثابت، فطول ما انت مش شرط خالص. ولكن لو اتيحت لك الفرصه ان انت ربنا كرمك بفكره كويسه وبشريك كويس وبناس تقدر تدعمك، وفكره كويسه معناها ان الوقت مناسب، ان في ان انت بتحل مشكله موجوده بالفعل، مش فكره كويسه عشان هي عجباك يعني، فكره او عشان موضه مثلا، عشان موضه رائد اعمال، لانه برضو بالزبط. يعني مش عايزين ده يحصل. لا، لازم يبقى عندك فكره فعلا بتحل مشكله في هدف. سوق وفي سوق، ومشكله يعني بيقولوا problem worth solving، او مشكله تستحق الحل. يعني المشكله دي مضايقه شخص واحد بس، من حلتها له خلاص كده ما بقاش عندي شركه. لازم تبقى شركه بتخدم عدد كبير، مشكله تستحق الحل، ليها سوق والوقت مناسب ليها، ساعتها تقدر تاخد القرار. ذاكر كويس، اسال اهل الخبره يعني، برضو ما تفتي. انا اول ما جت لنا الفكره بدانا ان احنا نسال ناس من الناس اللي هم ذو باع كبير جدا وناس ليها قامة يعني في المجال، وبسألهم يا جماعة أخبار الفكرة إيه، طب ممكن نعدل إيه، وبعرض لهم الفكرة بتاعتي فيقولوا لي مثلا نعدل كذا وكذا وكذا، فببدأ أشتغل عليها. بتاخد الآراء يعني طبعاً. وده أكيد بيفيد خصوصا في الأول، وحتى مع باقي الخطوات كمان لما برضو الشركة بتكبر طول الوقت أعتقد بتبقوا محتاجين لمنتورز أو ناس تديكوا طبعاً. يعني التوجيه طبعا. والحاجة الأخيرة قبل ما يعني لما ربنا يكرمك إن شاء الله وتبدأ تفتح الشركة بتاعتك وتلاقي إن في نجاح، مش أول حاجة تفكر فيها إن أنت تطلع برا البلد. فكر إن أنت إزاي تقدر تخدم وتغطي السوق بتاعك، ولو جات لك فرصة كويسة إن في سوق تاني تقدر تقدم فيه الخدمة بتاعتك وفعلا هيضيف قيمة في الوقت المناسب من غير ما تهمل في السوق المحلي اللي هو ما شاء الله كبير جدا، ابدأ ساعتها فكر في التوسع. طيب انا عندي سؤال بقى، مننا نتكلم عن الشغل وسنينه. طبعا انت اكيد تابعت انه في ترند كده لازم انه الواحد يشتغل 16 ساعة ويشتغل كتير قوي، فايه رأيك في الحكاية دي؟ هل فعلا سواء انا موظف او رائد اعمال المفروض اشتغل ليل نهار ما نمش؟ لا والله مش مقياس يعني، مفيش تارجت لعدد الساعات بتاعت الشغل. هو الفكرة كلها لو انت بتقدر تحقق شغلك في نص ساعة حققه في نص ساعة يعني. في الاخر خالص انت المهم ان انت تبقى عندك اهداف واضحة محتاج توصل لها. الاهداف دي وصلت لها فانت كده خلصت، وبعد كده تبدأ تزود. لقيت ان انت عندك وقت فاضي وتقدر تزود في الاهداف، زود في الاهداف. لكن في الاخر خالص اكتر وقت محتاج تستغله هو وقت التخطيط بتاعك، اكتر من ما اقعد اشتغل مدة طويلة وبقى في الاخر محققتش حاجة. انت لو خططت كويس في الاول وحطيت خطة كويسة، الخطة الكويسة دي هي اكتر حاجة محتاجة منك وقت. خلصت ده بعد كده انت محتاج تشتغل على الاكسكيوشن او التنفيذ. ان انت تقدر تنفذ الكلام ده. التنفيذ ده كل ما تقدر تعمله بجهد اقل كل ما تبقى ناجح اكتر. يعني انت لما تشتغل 16 ساعة وتنام ساعتين، ما انت هتيجي فترة مش هتبقى مضغوط، مش هتبقى مبسوط، مش هتقدر مش هتقدر الجزء الخاص البيرسونال او الشخصي بتاعك سواء مع اهلك مع بيتك او مع حتى صحابك مش هتقدر توفيه، فمش هتبقى مبسوط في الجزء ده. فلا بالعكس ادي يعني كل حاجه وقتها بس من غير ما حاجه تيجي. طب كريم انت جربت الحاجتين، يعني جربت حياه الشخص اللي بيشتغل في شركه مش بتاعته في وظيفه، وحياه رائد الاعمال، الفرق بين الاثنين ايه؟ المسؤولية أكبر بكتير لما تبقى الحاجة بتاعتك يعني في الآخر طبعا. خالص أنا الناس اللي بتيجي تطلب مني الحاجة يعني في الآخر خالص مهما كنت أنا موظف، لكن دلوقتي أنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. فهنا أن الواحد مسؤول من ناس كتير موظفين أو كده، ده مسؤولية كبيرة جدا لازم الواحد يبقى على قد ما يقدر يبقى قدها، ولازم يبقى شايفها نصاب عينيه. الخطأ مش بيأثر علي أنا بس دلوقتي، لو انا خططت غلط او خدت قرار غلط القرار ده هيأثر على منظومة كاملة. يعني الاول كان القرار لو انا عملت حاجة غلط هتأثر علي انا بس بصورة كبيرة يعني، فيمكن ده اكبر المسؤولية اكبر يعني بالزبط. بكتير. طيب احنا هنخرج فاصل وهنرجع تاني نقول يلا بينا.
وقت حلقتنا خلاص يعني بيجري بسرعة جدا جدا مع كريم جمال شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لفيولين. فيولين الشركة الناشئة اللي هدفها انها تقدم حل ذكي لكل الشركات اللي عندها اسطول من العربيات علشان تقدر تتحكم وتتابع استهلاك الوقود بشكل يضمن انه ما يبقاش فيه اي مشاكل او اي تلاعب. واحنا كمان احنا يا كريم عايزين نوفر في البنزين الافراد المواطنين. ايوه يا كريم عايزين حل بقى قولنا هنعمل ايه. طيب الاول شكرا جزيلا على الحلقه الجميله دي واتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليكم. ضيف خفيف ولذيذ ومبسوطين معاك يا كريم. شكرا والله. بالنسبة للأفراد احنا يعني الفترة الجاية ان شاء الله احنا شغالين على كذا حاجة منها الجزء الخاص بالأفراد، لكن احنا لما بدأنا الاول كنا مركزين اكتر على فكرة ان احنا نحل مشكلة كبيرة اقدر من احنا اكتر من احنا نقدر ندي حاجة زي ما نقول convenience او تبقى مريحة للناس، لكن طبعا احنا مش بنغض الطرف على الجزء الخاص بالأفراد. فبالتالي احنا شغالين على الجزء ده بحيث ان كل تفويلة حضراتكم تقدروا تروحوا ان شاء الله في وقت قريب يعني بإذن الله مش بعيد هتقدروا تاخدوا عليها نقط بصورة تقدر تبدلوها مثلا سواء بتفويلة مخفضة أو بأن انتوا تاخدوا خدمات زي مثلا غسيل السيارة أو حاجة ليها علاقة بالصيانة عليها ديسكاونت أو حتى قطع حاجة ليها علاقة بالعربيات يعني بالضبط يعني ده بصورة أولية. كمان الجزء الغير خاص بالعربيات هيبقى ليه علاقة بيسموها الكونفينينس ستور أو المتاجر اللي موجودة في المحطات برضو يعني ده جزء شغالين عليه إن احنا نقدر لو احنا رايحين نفاول عربية ليه لا ما نطلبش مثلا كوباية قهوة او ساندوتش ويجي لي على العربية وانا بفاول. فدي برضو من الحاجات اللي احنا شغالين عليها ان شاء الله. التفاصيل يمكن هتبان في وقت اقرب عشان خاطر برضو تبقى مفاجأة يعني عشان تبقى معنا ونتابعها معاك برضو ان شاء الله بإذن الله. يا رب دايما يشرفني والله ان يكون معاكم. فدي من الحاجات اللي شغالين عليها زي برضو ما قلت لكم الجزء الخاص بالشركات بالسيارات الكهرباء ان شاء الله اللي يبقى معاه عربيه كهرباء يقدر ان هو يحجز الشحن بتاعه من خلالنا. فدي برضو من الحاجات ان شاء الله اللي احنا هنقدمها يعني. فاحنا نتابع صفحات فيولين على السوشيال ميديا ونعرف ايه الجديد اول باول ان شاء الله باذن الله. فدايما هيبقى فيه باذن الله حاجات جديده كويسه على قد ما نقدر دايما ان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم وحسن ظن كل العملاء بتوعنا وكل مستمعين راديو 90 90 كمان طبعا 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 وكل مستمعين راديو 90 90. نورتنا يا كريم وبجد بنشكرك جدا على انا اتشرفت جدا والله ان انا موجود معاكم النهارده. شكرا جزيلا لكل سنه وانتم والمتابعين طيبين وانت طيب وخير. رجعتوا بتشتغلوا بكامل طاقتكم في فيولين خلاص الاجازه خلصت؟ احنا كده كده والله دايما اون كول يعني حتى في العيد في العيد كان اي حد بيكلمنا كنا بنرد ودايما بنتابع يعني بس اوفيشلي خلاص بكره ان شاء الله نرجع للباك تو سكول بقى نرجع للمكتب وكلنا ان شاء الله باذن الله يبقى رجوع موفق وبسيط علينا ان شاء الله ان شاء الله لحد الاجازه الجايه ان شاء الله. ايوه شكرا شكرا يا كريم نورتنا. خلصت حلقتنا يا رغدة. خلصت الحلقه فعلا والاسبوع الجاي هنكون معاكم يوم السبت ان شاء الله من 12 ل 2 ورائد اعمال او رائده اعمال يحكوا لنا عن قصه المشروع بتاعهم او الشركه الناشئه يعني بنستنى من الاسبوع للاسبوع من السبت للسبت وان شاء الله تكونوا بتتبسطوا معانا وتستفيدوا.